عرس ديمقراطي تشهده جامعة سيئون في أول انتخابات للمجالس الطلابية بكلياتها. 80 مرشحا ومرشحة يتنافسون على مقاعد المجالس الطلابية، وما يزيد عن 3000 طالب وطالبة سيدلون بأصواتهم بانتخاب المجالس الطلابية بالكلية والاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون، والذي يعتبر أول اتحاد طلابي بعد إنشاء الجامعة. أول انتخابات وأول مجلس طلابي وأول اتحاد تحت جامعة سيئون، وإن شاء الله تتم الانتخابات بطريقة سلسة وشفافة وسليمة إن شاء الله من غير أي انحيازات وغير من ذلك. لي أهداف إن شاء الله أسعى لتحقيقها، من ضمن الأهداف هذه في العناية بالمكفوفين، لأنه في عندنا مكفوفين هنا بالكلية، الحفاظ على البيئة التعليمية، برضو إقامة دورات وتأهيل الطلبة. الجامعة وفرت كل سبل نجاح العملية الانتخابية الطلابية التي سارت بسلاسة وإقبال كثيف على صناديق الاقتراع في أجواء حضارية شكلها طلاب جامعة سيئون ليختاروا من يمثلهم ويهتم بمطالبهم وحقوقهم. من نأمل من الانتخابات هذه أن تختار الأشخاص الذين يمثلون الطلاب خير تمثيل، وتصير العملية الانتخابية بسلاسة، والحمد لله يعني الأمور مشت بكل يسر والطلاب متعاونين، وإن شاء الله يختارون من يمثلهم بطريقة جيدة. تأتي أهمية المجالس الطلابية في الكليات والجامعة، والذي يعد ركيزة أساسية مع الكادر الأكاديمي والإداري، إلى تحقيق التواصل بين إدارات الكليات والطلاب وتعزيز الأنشطة الطلابية وصناعة القيادات المستقبلية. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون، حضرموت.